بقيت الدعوة سرية 4 سنين. السنة الرابعة أنزل الله عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عند ذلك صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وتحولت من كونها سرية إلى كونها جهرية، وأسلم في السنة الخامسة، أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قويا شجاعا. ثم أسلم عمر بن الخطاب بعده بأيام، وكان رجلا قويا مشهورا بالقوة، فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان قويان، تهابهما قريش وتهابهما العرب. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.